من أجل حل هذه المشكلة. واللي شجع للأسف الشديد أوغندا على مصر إن, 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 إن المعزول محمد مرسي كان متراخي قوي مع بداية بناء سد النهضة, وبل إداهم إشارة إيجابية في الاستمرار في البناء. يعني إحنا نفتكر الاجتماع الفضيحة اللي عملوا على الهوى في القصر الجمهوري وعلى عينك تاجر, يعني حاجة يعني. وفي جانب تاني أنه كان في استغلال من أثيوبيا لفترة انشغال مصر في ثورتها وأحداثها. طبعا طبعا طبعا, بس ده مش مبرر. كان في نية لبناء هذا السد من قبل حكم مرسي. أيوة أيوة, يعني بس عشان نقول الموضوع من كل ماشي بس لا بس أنا بتكلم إن هو يعني ابتدى التنفيذ, التشجيع والتنفيذ ابتدى بعد زيارته في عهد المعزول. وبناء عليه لازم يبقى في وقفة قوية ضد أثيوبيا. ليه بقى؟ لأن ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنت أثيوبيا دي ما تعملش اعتبار ولا مصر ولا السودان اللي هي دول المصاب, ومن دماغها كده يعني تعمل السد ده في أقاويل إن هي بتخطط إن تعمل كمان 4 سدود. يمكن دور البابا أو الكنيسة في مصر مهم باعتبار العلاقات الدينية المسيحية ما بين مصر وإثيوبيا. هذه النقطة دي مهمة. يجب أن يتدخل البابا توادروس في علاج هذه المشكلة. وحتى هم لهم جانب روحاني, فهم طبعا بيحترموا البابا توادروس. وأنا عشان كده بتكلم على الدبلوماسية الشعبية والحل القانوني. الحل القانوني طبعا مهم جدا ان احنا نطرح, لكن هياخد وقت شوية يمكن عقبال ما نوصل لحل فيه. لكن يعني الدبلوماسية الشعبية دي مهمة وممكن تنجز الموضوع ويبقى فيه نوع من التناغم. بالتأكيد. بنشكرك الأستاذ محسن هاشم الكاتب صحفي القاهرة. شكرا لك يا أستاذ محسن, ومستمرين معكم مشاهدينا في هذا الصباح. ودلوقتي موعد الوقفة.